موقع رئاسة مجلس النواب، هل تراه خلاف سني سني كما يعبر عنه الشركاء، أم هو خلاف بفعل فاعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو أكيد خلاف سني سني كدرجة أولى، وبموافقة فعل فاعل، يعني برضات أو بموافقة فعل فاعل، لأن هو المنصب هو حصل للمكون السني، وهو أمر يخص المكون السني حسب التوافقات السياسية التي حدثت بعد 2003، أنه رئيس الوزراء شيعي ورئيس الحكومة رئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني. فالخلاف هو يعني الأساسي هو سني سني، الاستئثار على هذا المكان. الفعل الفاعل أنه هو عارف الحقيقة ويجوز عنها، يعني مثلا المكون السني أنه صح له موقع رئيس البرلمان بغض النظر عن الشخص اللي أتى هل هو يمتلك أغلبية أو أقلية، لأنه بالمحصلة هو أعضاء البرلمان بالتصويت، يعني نصف زائد واحد هو من يعين رئيس البرلمان. تمام. حتى لو كان شخص حاصل على عنده مقعد واحد أو مقعدين كما حدث في انتخابات 2014، لو كان بالأغلبية السنية كما يدعون اللي أنه نحن الأغلبية أو الأكثرية، لما صعد سليم الجبوري، دكتور سليم الجبوري كان عنده 4 مقاعد الحزب الإسلامي وأخذ رئاسة البرلمان، كان المتحدون أعلى من عنده، وكذلك السيد الحلبوسي بال 2018 كان عنده 6 مقاعد مال الأنبار هويتنا جماعة الحل، وكان هناك أكثر من عنده، فهو المنصب للمكون، ولكن هذه عرف جديد برضاء بأيدي خفية. ما هو يقول لك أنا أمثل المكون، يعني اليوم أنا كحزب تقدم أمثل المكون كأغلبية في مجلس ما يمنع ما يمنع، أنت راح ما راح تطلع خارج البرلمان، مو شرط إلا تأخذ الرئاسة، أنت تقدر تعترض على القرارات، تقدر تشرع قوانين، إن كان عزم ولا سيادة ولا تقدم. فالتزمت بهذا المكان كأنما هو منصب ملك، لأن هي له على الأغلبية. سابقا احنا تكلمنا بهذا الأمر، لما تولى السوداني رئيس الوزراء هو ما عنده غير مقعد واحد، الفراتين أو مقعدين، وما تولى عبد اللطيف رئيس الجمهورية رشيد رئيس الجمهورية هو يمثل الاتحاد الوطني عندهم 16 في حين الديمقراطي 33 مقعد. لا يا أخي، هذا عرف جديد بموافقة بفعل فعل.